الرئيس السيسي يوجه بالحفاظ على مخزون السلع الغذائية وتحديد سعر للقمح ليحقق عائدا مجزيا للمزارعين. مدبولي يؤكد أن الدولة تتبنى سياسات محددة للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. وأوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي في أنحاء البلاد وتحذر من هجمات روسية جديدة. السادسة مساء، الرابعة بتوقيت غرينتش، ونشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. مشاهدينا تحية طيبة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيرة التموين والتجارة الداخلية ومدير عام جهاز المشروعات مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة موقف مخزون السلع الغذائية الأساسية على مستوى الجمهورية، وكذلك زراعة المحاصيل للموسم الزراعي الحالي. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية، حيث استعرض الدكتور علي المصلحي في هذا الصدد المخزون الاستراتيجي لكل من القمح والسكر والذرة والزيت والأرز، والذي يكفي الاحتياطي منهم لمدة من 4 إلى 6 أشهر، فضلا عن المتوفر من اللحوم الطازجة والدواجن والذي يكفي لمدة عام كامل. وقد وجه السيد الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلا عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تم إقامتها على امتداد رقعة الجمهورية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات الملائمة. كما تابع السيد الرئيس مستجدات الموسم الحالي لزراعة القمح 2022-2023 على مستوى الجمهورية، موجهاً سيادته بأن يتم تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح. أضاف المتحدث الرسمي أن اللواء وليد أبو المجد أعرض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الاستصلاح الزراعي على مستوى الجمهورية، خاصة مزرعة وادي الشيح بمحافظة أسيوط، والتي تشمل زراعة القمح بأفضل تكنولوجيا الزراعة الرقمية الدقيقة، إلى جانب عدد من الزراعات الأخرى كالموالح والذرة. كما تم ضم مزرعة إنتاج حيواني من أعلى سلالات إنتاج اللحوم، فضلاً عن الإنتاج الداجني والاستزراع السمكي، وكذلك عدد من المصانع التي تهدف إلى تعظيم قيمة الزراعات داخل المزرعة. كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، الذي يضم 6 مصانع متنوعة لتغطية الإنتاج المحلي والتصدير، وذلك بالتعاون مع الخبرة الألمانية العريقة المتمثلة في شركة تيسن كروب العالمية. تابع السيد الرئيس أيضاً الموقف التنفيذي لمشروع التغذية المدرسية خلال العام الدراسي الحالي، سواء من حيث محتويات الوجبة وتكلفة إنتاجها وسبل توزيعها على مختلف المراحل العمرية بالمدارس. واطلع السيد الرئيس كذلك على موقف مشروع مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية، سواء من ناحية الإنشاء أو التجهيز، وكذلك الحرص على اتباع أعلى معايير الجودة في تجميع البلازما. هذا وتواصل الدولة تكثيف الجهود لتوفير كافة السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة ومناسبة للتخفيف من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على المواطنين.
أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة وسرية حساباتهم، مشيرا إلى أن مشروع القانون دقيق جدا فنيا وقانونيا، ويقتصر مجال أعماله على تبادل المعلومات بين الدول بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين ثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول. إن هذا المشروع المعروض على حضراتكم اليوم دقيق جدا فنيا وقانونيا، وله آثار هامة بالنسبة للدولة، لأنه يأتي تنفيذا لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخرا، وهي الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية، خاصة وأن مصر على موعد خلال أيام لتقييم مجموعة القرناء بالمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية. وفي هذا الإطار أود أن أؤكد على أن مشروع القانون يقتصر مجال إعماله على تبادل المعلومات بين الدول فقط بهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم المالية على مستوى الدول، ولا يمس المعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة أو الأسرار التجارية أو الصناعية أو المهنية لهم. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تتبنى سياسات محددة للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية وفتح المزيد من الأسواق الخارجية للنفاذ إليها وفق توجيهات الرئيس السيسي. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماعا لمتابعة جهود تيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية خاصة الإفريقية. كما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى للعمل على تذليل مختلف الصعوبات والتحديات التي تواجه عملية الصادرات المصرية، ومنها المطالبات بأن تكون هناك سفن لنقل البضائع المصرية المختلفة وشحنها للدول الخارجية خاصة الإفريقية. كما أكد أهمية الإسراع في تنفيذ مختلف الجهود التي من شأنها أن تسهم في تنمية حركة التبادل التجاري بين الدول المختلفة. طلب رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتحديد عدد من المشروعات التنموية بالدراسة الخاصة بمشروع المثلث الذهبي لبدء العمل بها، وخلال ترأسه اجتماعا لمتابعة جهود تنمية منطقة المثلث الذهبي أكد رئيس الوزراء أن المنطقة ستكون واعدة في مجال التعدين لاحتوائها على ثروات تعدينية. وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 689 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 752 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 47 طن، وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض تم ضبط أكثر من 634 طن. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فتم ضبط قرابة 71 طن، كما تم ضبط 917 قضية من بينها 243 قضية خبز ناقص الوزن و 272 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابز.
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تمويل مشروع المدينة الترفيهية بالعاصمة الإدارية الجديدة من الموازنة العامة للدولة، وقال المركز إنه تواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة والتي أكدت أن المدينة الترفيهية هي مشروع خاص يتم تمويله كاستثمار لأحد المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية، مؤكدة أن كل مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة تتم خارج الموازنة العامة للدولة بشكل كامل، وأن ميزانية العاصمة الإدارية الجديدة مستقلة ومنفصلة تماما عن الموازنة العامة للدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء والتشغيل لمختلف المشروعات. أدانت مصر العمل الإرهابي الذي استهدف دورية للشرطة العراقية بمحافظة كركوك، والذي أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى. وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية، أكدت مصر تضامنها ودعمها الكامل لدولة العراق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة ثقتها في أن مثل تلك الأعمال الخسيسة لن تزيد العراق الشقيق إلا إصرار على دحر الإرهاب واستئصال جذوره. وتقدمت مصر بخالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق ولذوي الضحايا الأبطال، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وإلى الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت القوات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في عموم البلاد، محذرة من موجة هجمات روسية جديدة. وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن نحو 25 قرية أخرى في محيط مدينة باخموت تعرضت لقصف روسي كثيف، مشيرة إلى أن القوات الروسية تواصل قصفها باتجاهي خيرسون وزابوريجيا، وتقصف البنية التحتية في 32 منطقة على الضفة اليمنى من نهر دنيبرو في مقاطعة خيرسون. زار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن شويغو تفقد القوات المنتشرة في منطقة العملية العسكرية بما في ذلك خط الجبهة، مشيرة إلى أن المسؤولين العسكريين قدموا لشويغو تقارير عن الوضع الراهن على الأرض وتحركات القوات الروسية. عاد نظام التدفئة بالكامل إلى العاصمة الأوكرانية كييف بعد القصف الروسي الأخير الذي استهدف البنية التحتية للمياه والكهرباء. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إنه تم استعادة نظام التدفئة في العاصمة بالكامل، وتعمل جميع مصادر إمدادات التدفئة بشكل طبيعي. وفي وقت سابق أعلن مسؤولون أوكرانيون أن روسيا أطلقت أكثر من 70 صاروخا في واحدة من أعنف موجات قصفها منذ الأزمة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد وتوقف نظام التدفئة وشبكة المياه.
أفادت سلطات منطقة بلوغرود جنوب روسيا بالقرب من الحدود الأوكرانية بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين جراء قصف استهدف المدينة. وأكدت سلطات بلوغرود أنه تم تفعيل نظام الدفاع الجوي في المنطقة. من جانبهم قال 3 شهود إنهم سمعوا انفجارات مدوية في المدينة الروسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات تمكنت من السيطرة على قرية ياكوفليفكا الواقعة في أراضي دونيتسك وتحريرها من العسكريين الأوكرانيين، مشيرة إلى أن حصيلة قتلى العدو على محور دونيتسك تجاوزت 40 جنديا خلال يوم على حد وصفها. كما أعلنت الوزارة إسقاط طائرة بدون طيار واعتراض 9 قذائف من راجمات الصواريخ هيمارس. أعلنت السلطات الروسية في زابوريجيا أن المطلب الرئيسي لإنشاء منطقة أمنية حول محطة الطاقة النووية يأتي من خلال انسحاب القوات الأوكرانية إلى مسافة لن يتمكنوا منها من ضرب المحطة. وقالت السلطات إن الخطر على المحطة النووية يأتي حصريا من المقاتلين الأوكرانيين الذين يطلقوا النار على المنشأة، مشددة على أن حماية المحطة من اختصاص روسيا. وتتعرض المحطة النووية الأكبر في أوروبا بين الحين والآخر لقصف وسط اتهامات متبادلة بين موسكو وكييف. أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إلى أن مسؤولين أمريكيين حاولوا منع كييف من شن هجوم على رئيس الأركان الروسية فاليري جيراسيموف بغرض اغتياله. وأفادت نيويورك تايمز بأن الإدارة الأمريكية كانت أول من اكتشف خطط جيراسيموف لزيارة الخطوط الأمامية لقواته في أوكرانيا، مضيفة أن الولايات المتحدة لم تمرر هذه المعلومات إلى أوكرانيا خوفا من أن تؤدي محاولة اغتياله إلى حرب بين الولايات المتحدة وروسيا. وقالت الصحيفة الأمريكية إن المسؤولين الأمريكيين حاولوا إقناع أوكرانيا بإلغاء الهجوم، موضحة أن كييف مضت بتنفيذ مخططها، لكن جيراسيموف لم يصب بأذى. رفضت ألمانيا مقترح وقف إطلاق النار في أوكرانيا ومناطق دونباس بالشروط الروسية. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيرباك إنها لا ترى بصيص أمل في وقف قريب لإطلاق النار في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه ما يتوجب على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو إعطاء الأوامر لجنوده بالانسحاب من الأراضي الأوكرانية. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن المملكة المتحدة أرسلت مجموعة من صواريخ بريمستون 2 عالية الدقة إلى أوكرانيا. وأضافت الوزارة أن تلك الخطوة تأتي في إطار حزمة المساعدات العسكرية التي تقدمها إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه المساعدات لعبت دورا حاسما في دعم قوات كييف. We'll be right back.
قال نائب وزير الدفاع الياباني توشيرو إينو إن بلاده قدمت احتجاجا شديدا إلى كوريا الشمالية، وذلك بعد أن أطلقت بيونغ يانغ الشمالية صاروخين باليستيين. وأضاف أن سلسلة الاستفزازات المتصاعدة بسرعة في كوريا الشمالية تهدد سلام وأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي، ويجب عدم التسامح معها. يأتي هذا بينما عقد المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اجتماعا لمجلس الأمن الوطني لبحث تدابير التعامل مع إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية. واتفق المشاركون في الاجتماع على تعزيز التعاون الأمني الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لمواجهة ما أسماها استفزازات كوريا الشمالية. وأدان الأعضاء إطلاق كوريا الشمالية للصاروخين الباليستيين ووصفوه بأنه انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي واستفزاز بالغ يصعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية ويهدد السلام والأمن في المنطقة. كان الجيش الكوري الجنوبي قد أكد أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخين باتجاه بحر اليابان، ويأتي إطلاق الصاروخين بعد أيام من اختبار كوريا الشمالية محركا عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب، وصفته وسائل إعلام رسمية بأنه اختبار هام لتطوير نظام سلاح استراتيجي من نوع جديد. بعد أيام من إعلان نجاحها في اختبار محرك يعمل بالوقود الصلب، أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين باتجاه الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية. هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أشارت إلى أن الصاروخين كانا متوسطي المدى وحلقا لمسافة 500 كيلومتر تقريباً. من جانبها أوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلا عن مسؤولين بالحكومة أن الصاروخين سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان. ويأتي إطلاق الصاروخ بعد أيام فقط من الاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية على محرك يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع كبيرة. قال خبراء إنه سيسمح بإطلاق أسرع وأسهل تنقلا للصواريخ الباليستية في إطار سعيها لتطوير سلاح استراتيجي جديد وتسريع وتيرة برامجها النووية والصاروخية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن الاختبار الذي تم بإشراف الزعيم كيم جونغ أون أجري في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية الذي يستخدم لاختبار تكنولوجيا الصواريخ بما يشمل محركاتها ومركبات الإطلاق الفضائية. هذه التطورات تأتي في وقت يشهد توتراً كبيراً في شبه الجزيرة الكورية، حيث قالت بيونغ يانغ إن جيشها أصدر أمراً طارئاً بالتأهب للوحدات القتالية على جميع المستويات، كما أمرت وحداتها العسكرية بإطلاق قذائف المدفعية بالبحر رداً على مناورات أمريكية كورية جنوبية في منطقة حدودية. وأجرت كوريا الشمالية هذا العام سلسلة قياسية من التجارب الصاروخية، إحداها في نوفمبر الماضي لصاروخ عابر للقارات يعد الأكثر تطوراً. كما أعلنت في سبتمبر الماضي أن وضعها بوصفها قوة نووية أمر لا رجوع فيه، لتغلق بذلك نهائيا الباب أمام أي مفاوضات بشأن نزع سلاحها، ثم توعدت الولايات المتحدة برد نووي في حال وقوع هجوم يستهدف أراضيها. وإلى أخبار الرياضة، حيث تجرى الآن مباراة المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الفرنسي في نهائي بطولة كأس العالم قطر 2022. وتشير النتيجة حتى الآن إلى تقدم المنتخب الأرجنتيني بهدفين دون رد. ونتابع الآن جزءا من متابعة الجماهير للمباراة في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. Hay una nueva manera de informar donde llega directamente ahora, llegan las noticias. Somos
ختام هذه الجولة الإخبارية، وإليكم تذكير بأهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يوجه بالحفاظ على مخزون السلع الغذائية وتحديد سعر للقمح ليحقق عائدا مجزيا للمزارعين. مدبولي يؤكد أن الدولة تتبنى سياسات محددة للعمل على زيادة حجم الصادرات المصرية تنفيذا للتوجيهات الرئيس السيسي. وأوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي في أنحاء البلاد وتحذر من هجمات روسية جديدة. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر على الشاشة. مشاهدينا، أشكر لكم طيب المتابعة. كنت معكم في هذه الجولة أنا هاجر سليمان، في أمان الله.